أشرقت شمسة بروحي مرة أخرى. نحييكم أعزائنا المشاهدين في برنامج إشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري وزوجي عادل الشمري من الكويت أيضا. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك وفي المشاهدين. إشراقة الكويت هو اسم برنامجنا اللي هدفه أن يشرق نور الله في بلدنا الحبيب، وبالطبع لا يوجد نور غير النور الحقيقي، وهو نور الله الذي ينير للبشر الطريق المستقيم، طريق الحق. وفي الإنجيل مكتوب أن المسيح تبارك اسمه أنه نور العالم، وهو نور الكويت ونور كل مخلوق وكل إنسان يبحث عن الحقيقة. فالمسيح نور لسبيله. نبتدي في الصلاة مع أبو أحمد، ممكن نصلي لنا. آمين. نشكرك على لنا الصالح، نباركك نمجدك يا رب. يا رب نشكرك من أجل هذه الحلقة يا رب، أرجوك أن تستخدم هذه الحلقة من أجل تمجيد اسمك يا رب. يا رب تعطينا السلطان من عندك يا صالح عشان نقدر نوصل كلمة لأهلنا وأحبابنا بالكويت والشرق الأوسط بالكامل يا رب. يا رب أنت تبارك، أنت اللي تتكلم وتعطيهم حسب احتياجهم، لأنك أنت إله حي أمس واليوم إلى الأبد. باسم ربي يسوع أصلي ولك كل كرامة ومجد، آمين. خلينا نشوف الفيديو عن ثروات الكويت مثل النفط وغيرها. في يوم لا ينسى أحس الجميع أنهم باتوا قريبين جدا من تحقيق حلمهم، وجاءت البشرى مع ظهور النفط في حقل برقان يوم 22 من فبراير عام 1938. لم يكن البحث عن الماء والمؤن والعمال هو السبب في توقف أعمال التنقيب، بل كانت المأساة الإنسانية، الحرب العالمية الثانية. قبل التوقف بسبب الحرب تم حفر 8 آبار في حقل برقان، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية استأنفت الشركة عملياتها وجرى تطوير حقل برقان بسرعة فائقة، مما سمح بمد خط من الأنابيب تحت سطح البحر للبدء بتصدير النفط. بمجرد أن أدار المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح الدولاب الفضي، انساب النفط إلى خزان السفينة بريتش فيوزيلير لتحميلها بأول شحنة كويتية من النفط الخام. كان ذلك في 30 يونيو 1946. أبو أحمد، شنو معلوماتك عن النفط؟ مثل ما نعرف أن تم إجراء عمليات حفر في الكويت عام 1937، ومطلع 1938 في 22 من فبراير كانت المنطقة على موعد تاريخي، حيث تم اكتشاف النفط في برقان، وكان الاكتشاف الأول هو بير برقان الأول. وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية، بذلك بدأت تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي، وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة، وكان الشحنة الأولى على متن الناقلة اسمها جندي بريطاني، وبذلك انضمت الكويت إلى صفوف منتجي النفط الرئيسي في العالم. بمناسبة هذا الفيديو خلونا نستمع إلى آيات من الإنجيل متى الإصحاح السادس. لكن اطلبوا أول شيء ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لقد وضح لنا رب المجد الفارق بين السعادة اللي نطلبها وبين حصولنا على ضروريات الحياة، وذلك بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره
وهذه كلها تزاد لكم. فملكوت الله وبره هو الخبز اللي نسعى حقه واللي نقصده من كل أعمالنا. مه الثروات ولا الأملاك، لا تجارة ولا اقتصاد ولا نفط، هذه مه البركة الحقيقية. لأن الإنسان يحق الدنيا عريان ويده فاضية وراح يروح كذي، ما راح ناخذ معانا لا تجارة ولا أملاكنا ولا شيء. البركة الحقيقية هي النعمة المجانية اللي الرب عطاها لنا على الصليب. إن الله يعدنا بسد حاجاتنا الزمنية أيضا ولن يهملنا، لكن بركاته هي روحية. وش اللي علي أني أعمله علشان أحصل على هذه البركات والإحسانات والنعم؟ تؤكد كلمة الله أن بالنعمة نحن مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم بل هو عطية الله، لكي لا يفتخر أحد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. إن كنت تأتي إلى الله في المسيح تحصل على كل بركات الله مجانا. أما إذا أتيت على أساس أعمالك الصالحة أو على أساس أي شيء منك، ما راح يبي لك الله أبدا. هذه البركات هي فقط اللي هم في المسيح، يعني منهم هم اللي تابوا وعرفوا واعترفوا أنهم خطاة هالكين وقبلوا الرب يسوع مخلص شخصي لهم وآمنوا فيه وقبلوه واعترفوا فيه. والبركات هي: واحد، اختارنا قبل تأسيس العالم. مو هو عجيب أن الله الغدير قد فكر فينا منذ الأزل، يعني من قبل تأسيس العالم، واختارنا ويبينا أن نكون له، مع أنه عرف أننا راح نسقط ونخطي ونعصي ونبتعد ونفسد. اثنين، حسبنا واعتبرنا قديسين. الله بذاته مو هو إنسان، هو اعتبرنا قديسين. نحن خطاة، ليس بار ولا صالح، ليس ولا واحد. ثلاث، بلا لوم قدامه في المحبة. ورغم زلاتنا وأخطائنا اللي لا تحصى، إلا أنه يرانا بلا لوم ولا عيب ولا شكوى. أربعة، عينا للتبني. وعندما فكر فينا في الأزل قرر أن يتبنانا. فالذين في المسيح مهما كانوا هم أولاد العلي. خمسة، غفران الخطايا. والرب يسوع اللي لم يفعل أي خطية مات على الصليب وأخذ مكاننا ودفع قصاص خطايانا وصفح عن كل ذنوبنا وعفو عن جميع أثامنا. ستة، الفداء بدمه. ونحن بسبب خطايانا صرنا عبيد الخطية، مسبيين، لكن المسيح دفع دمه علشان يعتقنا ويفدينا وأطلقنا أحرار. فالحين المسيح هو السيد على حياتنا، مه الخطية. الله قد حررنا من أسر الخطية. سبعة، عطية الروح القدس. وعلشان نستفيد من كل هذه البركات الروحية العظيمة، وهبنا الله الروح القدس اللي في الإيمان يسكن فينا. ومن يوم آمنا وتبنا وقبلنا المسيح مخلص، ختمنا الله بروحه، ما راح يتركنا روح الرب إلى الأبد. يمكننا نحزنه بالخطية ونطفيه بالعصيان، لكن يسكن فينا إلى الأبد. والروح القدس يعزينا ويقوينا ويفهمنا ويعلمنا. والآن أخي وأختي، هذا إعلان الصادق الأكيد. هل تصدق كلمة الله؟ هل تؤمن بإعلان الله؟ هل تمتع بهذه البركات؟ هل تفرح بامتلاك هذه النعم؟ أو تبي النعم اللي مهي دائمة؟ ترى بركة العالم باقية فيه، ما ناخذها معانا، لكن بركات الرب الملكوت هو الأهم. يا ترى هل مستعد تفكر وتبحث وتتخذ الخطوة الصحيحة؟ صلي معي هذه الصلاة إذا تحب أن تفتح قلبك إلى الله ليخلصك من خطاياك. خلي تصلي معي هذه الصلاة. أشكرك يا إلهنا العظيم، نباركك نمجدك يا رب. يا رب أنا إنسان خاطي، بفتح لك قلبي يا رب. يا رب أرجوك تكون أنت سيد وملك في قلبي وعلى حياتي وعلى كياني يا رب. يا رب أنا محتاج حضورك، محتاج يا رب امتلاكك علي يا إلهنا الصالح. يا رب محتاج الملكوت الحقيقي يا رب، ومحتاج النعمة الحقيقية يا رب، مهي النعمة الباقي هني.
أشكرك وأعظمك إلى الأبد. آمين. اليوم نبي نقدم صلاة لديرتنا الحبيبة مدينة الكويت، هي عاصمة دولة الكويت. أبو أحمد، ممكن تصلي من أجل هذا الشيء؟ نشكرك يا لنا الصالح، نباركك يا رب، ما أعظمك وما أعظم أعمالك يا رب. نصلي صلاة خاصة حق ديرتنا الكويت يا رب. يا رب أنت تبارك هذه الديرة يا رب، وتبارك شعب هذه الديرة يا رب، وتبارك حكومتها يا لنا الصالح يا رب. أنت تعرفهم بشخصك يا رب، أنت تشرق في نورك عليهم يا لنا الصالح يا رب. أنت تستطيع يا لنا الصالح يا رب، بركة غير عادية يا رب. يا رب يكونون لك ويعرفون شخصك يا رب، ويعرفون الحق والحق يحررهم. أصلي وأطلب هذه الصلاة باسم فادينا ربنا يسوع المسيح، له كل كرامة ومجد. آمين. هالحين في نهاية الحلقة خلينا نستانس مع بعض في ترنيمة اللي راح نسمعها مع الأخ ناصر موسى. ما تنسوا تكتبونا عن آرائكم واقتراحاتكم على الإيميل، أو حطوا تعليق على الفيسبوك. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. دبر له خلاص ما أطيبه قلبه الله.
وما أنا زي الله يغفر يسامح ما دامك حي الله عظيم وصالح وما أنا زي الله يغفر يسامح ما دامك حي واحد لا غيره غامرنا في خيره واحد لا غيره غامرنا في خيره الإنسان في تفكيره دبر له خلاص ما أطيبه قلبه الله محبة الله محبة محبة لكل الناس الله محبة محبة ما لها قياس الله محبة محبة لكل الناس الله محبة محبة ما لها قياس واحد لا غيره غامرنا في خيره واحد لا غيره غامرنا في خيره الإنسان في تفكيره دبر له خلاص ما أطيبه قلبه الله محبه الله